جاهز ألفي بالملف. المحكمة الموقرة مكنت الأطراف الحاضرة من نسخة من هذا التقرير، وتأخرت الملف في 24 تسعود من أجل أن الأطراف يعقبوا على هذا تقرير الخبرة، يبدو الموقف ديالهم منه. احنا طلبنا من السيد الرئيس ان نقدم واحد الطلب عارض اخر، هو يتعلق برفع حاله اعتقال، طلب برفع اعتقال وطرف سراح مؤقت. دخلوا مجموعه من الزملاء في هذه النقطه هذه وناقشوها وبينوا الموجبات ديال هذا الطلب ديال السراح المؤقت. كذلك تقدم واحد الطلب ديال رفع السريه، ونقول بان جعل باقي الجلسات يجلس علنيه. زملاء في الطرف المدني عارضوا في هذا الملتمس، عارضوا في جعل جلسة علنية، وسي الوكيل العام هو عارض، يجب ان تبقى خاص تبقى الجلسة تبقى سرية. حنا قلنا لهم باننا كنا تقدم واحد الملتمس ديال الصلاح المؤقت في غضون شهر غشت، وكنت ادرج الملف بجلسة 13/8 وقاعة 7، والمحكمة نظرت في الطلب في جلسة علنية. قلنا للسيد الرئيس واش هذا ربما انه تراجع على قرار ديال السيد المحكمه، انه داز الطلب في جلسه علنيه، هذا هو الشيء وضح لنا المحكمه وهذا الشيء اللي كاين. حنا كنا في الجلسه باش نتفاهموا، حنايا هناك نسخه، واحده، مجموعه من الزملاء كل جهه خدت نسخه واحده. حنا لحد الان ما طلعش على تقرير الخبره، ما طلعناش عليه، لان حنا كنا كنتقدم مع بعض مجموعه من التماسات داخل القاعه، ما طلعناش على مضمون الخبره. ملي ناخذوا نسخه كل واحد ياخذ النسخه ديالو ونقراو على مهل، والساعه نحددوا شنو نعرفوا الخلاصه شنو، باقي ما عرفناش الخلاصه شنو فيها. ملخص ديال ما